حضرت سمارة الولد ديالي، جا اسبوع عادي باش جا جا عندي. فاش دوز هذاك الاسبوع جا عندي، قال لي ولدي بابا غادي نمشي عند خالتي لسمارة. قلت له ولدي انت جاي 3000 كيلومتر وغادي تمشي 1200 كيلومتر بزاف عليك. قال لي لا بابا، خالتي عزيزه عليا وهي مربيه. قال لي غادي نمشي عندها. قلت لي ماشي مشكل. قال لي ولكن غادي تدي معايا ماما. قلت لي ماشي مشكل عديها. هضر معايا الاربع، الخميس مشى قطع، الخميس عشيه مشى مع الخمسه، وصل حتى الربعه، الربعه د العشيه وصل للسماره. الوقت اللي وصل السماره مشاو عيانين، مشاو ارتاحوا. النهار السبت خرج الصباح، الصباح تيتسارى رجع عند خالته. قال لي ماما السماره زوينه وفيها مناظر زوينه وهذا. رجع للدار، مشى عاوتاني خرجوا مع في العشيه، رجع مع هذيك 11 قال القسمين رجع للدار. الوقت اللي رجع كانت ماما تتصلي، حطات واحد الصلايه، ديك الصلايه فاش حطاتها صلات سالات، هو تيتسنى تتصلي. قال لي ماما غادي، حيت هو من العاده ديالو ما تيبغيش يهضر في التليفون قدام اي واحد، واخا صديق ديالو ما تيهضرش في التليفون قدامه. قال لي ماما غادي نهضر في التليفون في السطح. قالت لي واخا ولدي ما كاين مشكل سير. الوقت اللي مشى هذا تقريبا 7 دقائق ولا 8 دقائق، هي طيح ديك القذيفه، ولكن هو ما تسير بلاص. الام ديالو هذيك البلاصه فين كانت تتصلي زعما سترها الله، كنت غنجيب جنازتين، سترها الله. هذيك البلاصه اللي كانت تصلي طاحت ديك القذيفه. كنا جالسين كامل محلابه، وعيطت له وتنهضر انا وياه. هذيك هو اخر مكالمه هضرت معاه، حتى مع ديك الوحده تلقينا ذاك الخبر حقيقه فاجعه قويه، وخبر صدمنا كامل، صدم الساكنه ولا صدم المغاربه كاملين. وتنشكر المغاربه كاملين بدون استثناء، لا داخل الوطن لا خارج الوطن. وتنشكر السيد العميل ديال السماره اللي وقف معنا، والسيد العميل ديال سيدي سليمان اللي وقف حتى هو، لا سعاده الباشا، لا القائد، لا السلطات المحليه، لا المنتخبون، رئيس المجلس البلدي سي زوين ادريس هو الله يجازيه بخير. كان عنده زيد في 2000، كان عنده 23 عام. يلا الا بغيتوا تقولوا يلا ورده جايه تتفتح، يلا باغي يدير مستقبله، يلا عنده بزاف ديال الطموحات مسكين، وتعاون العائله ديالو. عنده واحد المرض نفساني، ومسكين راه كان دخل الطبيب، وهو اللي وقف معاه، هو اللي عاونوه، هو اللي ما خلى ما دار ليه. دابا بقى هو كان المعين ديالو، المعين ديال العائله كاملين. ودابا الله غالب. انا تنطلبوا من الجهات المسؤوله والجاليه المغربيه يوقفوا مع ذاك الوليد يوسف، راه في ليبورن، راه قرب مدينه بوردو، الله يجازيهم بخير يوقفوا معاه. العصابه انا تنسميها عصابه ديال بوليزاريو، الله ياخذ الحق فيهم، الله ياخذ الحق فيهم. واللي بغيت نقول هو ان نحن جنود مجند وراء صاحب الجلاله محمد السادس، الله ينصره. والصحراء مغربيه ودائما غتبقى مغربيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. انا تنطلب من المسؤولين يشوفوا لي غير ولدي الاخر اللي باقي ليا تما، مريض لا وراق لا والو، فرنسا ما عندوش الوثائق، ما عنده حتى حاجه، ومسكين دابا راه مدمر. دابا راه من سمع اخو مات وهذاك الشيء، دابا رانا في السبيطار، دور السبيطار دابا راه في الطبيب. دابا انا بغيت نشوف غير وليدي. ما كنتش تما، انا كنت في الدار اخويا، انا كنت في الدار ناعس، حتى تيعيط ليا ولد خالتي، ما بغيتش نجاوبو انا في الاول. قلت يقول لي اخوك هنايا وما قلتيهاش ليا. صافي قطعت التليفون شويه، دازت شي 10 دقائق تنشوف ولد راجل خالتي هو اللي عيط ليا. شوفوا عيط ليا، جاوبت، تنسمع البكا، سمعت البكا، تنسحب الوالده ديالي راه وقعت لها شي حاجه ولا تسال الوالده هي اللي كتهضر معايا كتقول لي راه ولد راه خوك راه مات. حدو قال له راجل خالتي راه ضربونا البوليزاريو، راه الصاروخ جا في ولدك راه توفى، الله يرحمه مسكين. الرساله اللي كنوجهها خويا لجلاله الملك الله ينصره خويا، وقف معنا في هاد المحنه هذه، وتنطلبوا من مجلس الامم المتحده خويا باش يتصلنا في هاد الجماعه ديال البوليزاريو، جماعه عربيه.